Bonjour mes chers élèves. اهلا بكم اعزائي طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي، معاكم ان شاء الله مدام ايمان حبيشي في منهج اللغه الفرنسيه. ان شاء الله المنهج بتاعنا مكون من 4 وحدات، وحدتين الترم الاول ووحدتين الترم الثاني. طبعا كل وحده مكونه من 3 دروس، يعني احنا معانا الترم الاول 6 حلقات والترم الثاني ان شاء الله 6 حلقات. قبل ما نتابع منهج الصف الاول الثانوي، يا ريت تدخلوا على اليوتيوب قناه السكوله، هتجيبوا من قوائم التشغيل حلقات التاسيس عشان نتعلم ونعرف مبادئ النطق الصحيح. طبعا هتجيبوها من الصف الاول الاعدادي مدام ايمان حبيشي من قائمه التشغيل او البلاي ليست. ان شاء الله باذن الله هكون معاكم في كل حلقه علشان ارد على استفساراتكم واسئلتكم. وبعد كل حلقه يا ريت ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب. تابعوني ان شاء الله. Unité 3, leçon 3, utiliser les adjectifs possessifs pour parler de ses affaires. استخدام صفات الملكية للتعبير عن الأشياء اللي بتخصني مع الضمير je أو بتخصك وتخصك مع الضمير tu أو بتخصه وتخصها avec les pronoms مع الضمائر il et elle. عايز أتكلم عن حاجة بتخصني، أنا بمتلكها، حاجة بتاعتي، يبقى هستخدم ضمير الفاعل je، هستخدم معاها 3 adjectifs possessifs، 3 صفات للملكية. أول صفة ملكية mon avec le masculin singulier للمفرد المذكر، يعني صفة الملكية mon لازم تتبع باسم مفرد مذكر زي كلمة stylo قلم. طبعا هنشرح بعد القاعدة دي حاجة كده صغننة هتفسر لكم أنا ليه كاتبة أمي صديقة وإيكول مدرسة في الخانة بتاعة المفرد المذكر. طيب يبقى نتفق في الأول إن صفات الملكية أول واحدة فيها مع ضمير الفاعل جو هي مو، يبقى مو بيجي وراها اسم مفرد مذكر mon stylo قلمي. طب avec un nom féminin singulier، طب اسم مفرد مؤنث عايز اعبر عن ملكيتي له، هستخدم صفة الملكية ما gomme يعني محيلتي. pour le pluriel avec ses deux genres بالنسبة للجمع بنوعيه، هستخدم الأدجكتيف بوسيسيف، هستخدم صفة الملكية مي بروفيسور يعني معلميني أو أساتذتي، يبقى ما مي ce sont des adjectifs possessifs qu'on va utiliser avec le pronom sujet je. كل دول 3 صفات ملكية ما مي بستخدمهم في حاجة بتخصني يعني مع ضمير الفاعل je. pour le pronom sujet tu، طب بالنسبة لضمير الفاعل tu اللي هو أنت أو أنتي، له 3 صفات ملكية على نفس الوتيرة بتاعت ما مي. هقول ton tate صفة ملكية مفرد مذكر ton يعني هتتبع أو هيجي وراها اسم مفرد مذكر. طيب تا هيجي وراها un nom féminin singulier اسم مفرد مؤنث. طيب pour le pluriel avec ces deux genres بالنسبة للجمع بنوعيه هستخدم الأدجكتيف بوسيسيف تي، يبقى مع البرونون سوجي تو اون فا اوتيليزي ليز أدجكتيف بوسيسيف تون تا تي. تون كريون
يعني قلمك الرصاص أو قلمك الرصاص. ta mère ta mère والدتك أو والدتك. tes règles tes règles المصادر بتاعتك أو المصادر بتاعتك. et finalement وفي الآخر pour les pronoms sujet il et elle بالنسبة لي il والel هو وهي هستخدم trois adjectifs possessifs son sa ses son tableau son hôtel sa fille ses élèves طبعا son tableau أو son hôtel التابلو بتاعه السبورة بتاعته أو البرواز بتاعه تابلو تيجي بمعنى سبورة أو برواز أوتيل فندق الفندق بتاعه أو اللي يخصه الفندق بتاعها أو اللي يخصها سافي سافي بنته أو بنتها سيزيليف سيزيليف يعني تلامذته أو التلاميذ اللي بيخصوها يعني سواء pour le masculin et pour le féminin mais au pluriel سواء للمذكر أو المؤنث لكن في الجمع. في كده ملحوظة صغيرة بتقول إن الما والتا والسا مين الما والتا والسا ce sont des adjectifs possessifs pour le féminin singulier هما صفات ملكية بيستخدموا يجي وراهم أسماء مفرد مؤنث. طب لو الما والتا والصا جاي وراها حرف متحرك أو أش بتحول إلى ما وتون وصن يعني الما والتا والصا ما ينفعش أقول ما إيكول أو ما أوتيل طبعا ما إيكول إيكول c'est un nom féminin singulier اسم مفرد مؤنث عشان كده ما ينفعش اقابل حرفين متحركين ببعض فهتحول الما الى ما هقول مونيكول مش هقول مايكول طب كلمه اوتيل او اوبيتال طبعا اوتيل واوبيتال ce sont des noms masculin pluriel اسماء مفرد اسماء طبعا كلمة hôtel و hôpital ce sont des noms singuliers masculins ou masculin singulier مفرد مذكر بس بتبدأ بالأش الساكنة عشان كده هستخدم قبلها mon hôtel أو son hôtel أو ton hôtel أو mon hôpital c'est ça mon ami صديقتي رغم ان هي مفرد مؤنث ومنتهية بحرف الـ أ لكني ما قلتش ما أمي ولا تا أمي ولا سا أمي حولت التلاتة إلى ما وتان وسان le CDI le CDI le centre de documentation et d'information مركز التوثيق والمعلومات طبعا ده مكان في المدرسة ممكن يكون بيشبه لحد كبير المكتبة بس بيكون في سيديهات بيكون في أطلس بيكون في ديكسيونير فهنشوف دلوقتي كاسكيليا دون لو سي دي اي ماذا يوجد في مركز التوثيق والمعلومات دي بي دي دي بي دي يعني مجلات للرسوم المصورة مجلة انترنت بيبقى مركز السنتر دو دوكومنتاسيون اي دانفورماسيون بيبقى طبعا موصل بشبكة الانترنت يبقى دي بي دي اي انترنت دي ديكسيونير قواميس دي زاتلاس دي زاتلاس اللي هو الاطلس دي دي في دي دي في دي اللي احنا بنشغل مثلا عليها فيلم اسطواني الدي في دي طبعا اون فرونسي
دي في دي دي في دي دي ماجازين دي ماجازين مجلات دي رومان دي رومان روايات قصص دي سي دي دي سي دي طبعا سي ديات ممكن اسمع موسيقى مثلا ميوزيك أعزائي الطلاب حلقتنا إن شاء الله النهاردة انتهت، أتمنى تكونوا فهمتوا واستمتعتوا بالشرح. أي حد فاتوا أي حلقة يقدر يدخل على اليوتيوب على قناة السكولة ويجيب برضو من قوائم التشغيل أي حلقة فاتته، بيبحث على مدام إيمان حبيشي فرنسي من قوائم التشغيل وهيقدر يشوف أي حلقة فاتته، أي جزء عايز يعيده، هيبقى سهل إن شاء الله. وبرضو هكون معاكم علشان أرد على استفساراتكم وأسئلتكم، وياريت بعد كل حلقة ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب، وربنا يوفقكم إن شاء الله.